عزيزي المشاهد، وين ما كنت، في مشارق الأرض أم في مغاربها، شمالها أم جنوبها، في السعودية أو خارج السعودية، اسمع الكلام. لأول مرة يا جماعة الخير راح أختار أشخاص معينين وراح أجيبهم إلين عندنا بالفلة، وبأصور معاه مقطع وبأخذه بلفة كاملة وبخليه يعيش معانا يوم ويشوف التجربة اللي نخوضها كل يوم. وإذا عنده قناة راح أنشر قناته، وإذا هو ستريمر أو صانع محتوى أو شخص ما له دخل بإذن الله إنه ما يطلع له هو مستفيد، وبخليه يعيش تجربة عمره ما عاشها بإذن الواحد الأحد. اسمع طيب احمد كيف؟ شلون؟ علمني، ركز معي. ابى احط لكم رابط تحت، رابط تطبيق سي سي بلاي، هو اللي من خلاله ابى اخذ الشخص هذا. مره بسيط الموضوع، تواصلت مع سي سي بلاي، قلت لهم ركزوا لي من اللحظه اللي اتكلم فيها الان هذه، الاشخاص اللي بيسجلون بالتطبيق، وتقدر تسجل عن طريق رقم جوالك او عن طريق الايميل او عن طريق حسابك بتويتر او جوجل، فقط سجل بالمنصه، حمل التطبيق وسجل في المنصه وراح يدخل اسمك بالسحب هذا. واوعدك يا عزيزي المشاهد، ان كنت انت واحد من الفايزين، انك راح تعيش تجربه فقط تشوفها جوالك، ما عمرك شفت على ارض الواقع. فمن اللحظه هذه اللي تشوفني فيها افتح الجوال، حمل التطبيق، سوي لك اكثر من حساب، خلي اخوياك يسجلون، واحد منكم يفوز ممكن ناخذ باكج ما ندري. اذا بتسوي لي فولو ترى يمكن احبك. عموما ما بطول عليكم يا جماعه، حتى لو عندك حساب شوف اللي حولك، خذ جوالاتهم، ارسل، سوي واحد جديد بكيفك، عاد زيد فرصك قد ما تبغى. شاهده ممتع على المقطع هذا، والخير جاي قدام، وترى مجهز لكم شغل. صلوا على محمد ومال الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. شرطي حرامي ولكن بقطر وبكاس العالم. اليوم يا جماعه اللي بيصير كالاتي، راح نسوي شرطي حرامي بسوق واقف اللي ظهر قدامكم، راح اعطي العيال 5 دقائق يجبنون فيها وعندهم ساعه واحده، اخر شخص ابى احصله 7 ايام سكنه بقطر على حساب. ايوه من الالف الى الياء يا عمري. ولكن اسمع القوانين، اسمع القوانين. ممنوع تدخل الاماكن الضيقه، ممنوع تطلع برا سوق واقف، ممتاز. الشخص اللي بلقاه راح يصير معي، القاك نظرا، ما ابغى امسكك، القاك نظرا بتصير معي. كل واحد يجهز جواله، كل واحد يجهز جواله. لا تنسى اللايك والاشتراك عزيزي المشاهد، تعال قول لهم يسوون لايك واشتراك، سبسكرايب ولايك واشتراك، قول لهم. 1 2 3 بدا التايمر 5 دقائق من الان. السلام عليكم. ابغى ثوب. ثوب لا اي ثوب عادي ما اي عادي. عيال فيها سكن 7 ايام بلوش، سكن 7 ايام بلوشي، تدرون يعني كم اذا اليوم 300 في 7 كم؟ ممكن 1500 2000 ريال اوفر. الحين الوضع اني عازمني اي مكان. حلو انا عندي خطه في بالي لكن هنا في هيصه ما اقدر اتحملها يا اخوان. طيب اصبروا. الفكره وشو؟ كالتالي. معي لبس برازيلي مزبنة جايبه معي، ابلبس برازيلي وادور برازيليين وبنبسط انا وياهم. فليتس جو، هنا في هيصه، في هيصه. يا جماعه تخيل انا بعدت الان، صدقوني جابني 15 احمد القاني. بتذكرك المكسيكي، انا وجهي ينفع مكسيكاني، وجهي ينفع مكسيكاني من جد، بس بدور واحد عنده قبعة مكسيكيه وعنده شال مكسيكي وزن. جدول عيش الجو، مستحيل صدقوني انا عارف احمد. انا ما ادري وش اسوي، بس في بالي خطه، في بالي فكره، ان شاء الله تزبط. تبقى يا جماعه الخير 3 دقائق من الان، العيال زابنين، ولكن انا مضبط حاجه، في ناس موزعهم على اماكن معينه ومعي الان بالجروب، اللي بيحصل لي واحد منهم راح يعلمني مكانه، ممتاز؟ يا اخوان المقاطع هذه متعه، فوالله ان دعمكم باللايك والاشتراك يفرق معانا، واللي مو متابعني في سناب يا جماعه ترى اليوميات تتغطى بشكل مستمر، سنابي طالع لكم، صوروا تعال والله بتستمتع ان شاء الله. بتنكر بسوي نفسي اجنبي، بلبس ثوب وشماغ، انا اقعد 7 ايام بعدين انا افوز. انا قلت 7 ايام ابي واحد لابس اي شيء البس لبسه خلص الوضع عزوز تدوخ انا قاعد اقول مكسيك ما في ايش بتسوي؟ هلو جايز وير ار يو فروم؟ انجلند اي نيد يور هيلب يو نو هايد اند سيك يس هايد اند سيك يو نو اي هاف تو هايد يو هاف تو هايد يا اي ونت تو هايد وذ يو اوكي Can you give me this? Your hair? Please. الفكرة كالتالي، ابغى جروب مكسيكي كامل، حلو؟ عندهم قبعة، عندهم شلات، امشي معهم، كأني واحد من اخوياهم، بس الى الان ما لقيت احد يا عيال، شو السالفة؟ نرجع ورا ندور. احس اني بتنكر يا عيال. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذا بكم؟ 300 ما في مشكلة؟ 300
خلاص؟ تعال خذ فلوس. ايش كمان في عندك؟ ايش؟ طاقية في؟ بروح كذا عيال. حتى يحصلني، والله إذا حصلني بهودك. أبى أشوف لي ناس جالسين وبجلس معهم. ايش هذا؟ يا رب ما حد يعرفني يقول ايش في خالد لابس كذا؟ اغلب الاجانب لابسين زي كذا نفس شكلي والله هذا. يعني يتزابن الحين. طيب عندنا روب كومستكا فارس خلودي ريان وابراهيم، كل واحد بيزبن زبنه، ولكن انا متاكد ان فارس او روب بيروحون عند الازعاج والموسيقى. مشينا بدا الان الوقت. شلون يعني؟ روب عنده مجلس رزيني. والله خليه عندك تذبني. شلون برازيلي مكسيكان ما تدري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مستحيل يكفطني احمد. الموضوع طلع صعب يا جماعه مره. الموضوع طلع مره صعب. مستحيل والله مستحيل. العرب فيهم نخوة يقول صلح لنا القاب. ما أدري أنا وين الباقي زابرين. أنا قاعد أمشي. برازيلو برازيلو. مستحيل والله إني زليت. هلا شبنات قاعد صور مقطع. شلونك؟ اسمع ما شفت أحد من العيال. إلا روب. روب وينه؟ تكفو وينه؟ رجع دخل هناك. قبل كم دقيقة؟ الآن؟ ميغو ميغو برازيليا 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 برازيل 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 يا أسمر. يا ولد الموضوع صعب. شكله يخوف الزبد. So we three, which game you are? Which what? Which games? Which games? Which games? Saudi. Oh, only Saudi? Yeah, Argentina. You've been in Saudi Argentina? Yeah, defends Argentina. Ah, it was مستحيل. صعب. ميسي وينه؟ كسرنا عينه. ميسي وينه؟ كسرنا عينه. والله تكفى ساعدني تكفى. وين؟ ميسي وينه؟ كسرنا عينه. يلا 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 قفل ريكورد ساعدني. قفل ريكورد ساعدني. قفل ريكورد ساعدني. قفل ريكورد قفل ريكورد ساعدني تكفى. روب ما وصلت الا انت. مسوي برازيلي. شوف خالد شوف خالد 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 شوف خالد شو هذا خالد؟ ابقى ابقى تبقى يا جماعة. وقرابة 40 دقيقة إلى الآن ما حصلنا إلا واحد بس. الوضع خطير الوضع خطير. مصور وينه؟ يلا تمام. مسوي ايش كنب يعني ولا وشو؟ مسوي ايش؟ يلا يلا اللي بعده اللي بعده ساعدني الان. انت برا استبعد. انا بخيرك يا ابن الذين. حصلت روب. ساعدني ساعدني ساعدني. الان انت معنا تمام؟ الان انت معنا. طيب نبي نطلع عيال. طلعنا بس اثنين. ادور ولا ادور معك؟ دور معي دور معي. ادور معك الحين؟ اي خليك جنبي يعني. ادور. تعال تعال انا اعرف خالد وين. تعال. اي من بعيد من بعيد. بدينا نقوى يا جماعه. صرنا ثلاثه الان. لو الان الوضع بدا يصير اسهل. هلا والله. سعودي؟ واضح؟ اي كذاب. اسمح بالله اني واضح اني سعودي.
بالله من اللطمة صح؟ أسف بالله أنا الحين قال لي من زابل. تبقى يا جماعة تقريبا نص ساعة وباقي ثلاثة ثانين، باقي خلودي عزوز إبراهيم بس وفارس. لا ضاري لا فارس، أربعة باقي. يرحم أمكم يا عيال. طيب ارجع مو هنا صدقني مو هنا. نرجع وراه. ارجع وراه. أنا كأني لمحت واحد يسوي مقابلة، كأني لمحت قبل ما تفصل. فارس فارس صدقني فارس. والله؟ إي فارس فارس إي فارس يسمع المقابلات. إكسكيوز مي. إكسكيوز مي. أوه عبد الحميد. حبيبي. شافك؟ سوي أردني خل خل. كني شفته. يا سعد أم النكسة. على طلعتك يوم طلعت انا بوجهك قسم بالله. واحد انا مش تحت العيال ما بقى لي 20 دقيقة باقي اثنين. انا عايز منك كفاتهم كلهم. لا باقي اثنين باقي اثنين بس. باقي اثنين يرحم امكم. باقي فارس وعزوز. هذا طلعته زابل مسوي كنب هنا، هذا مع المشجعين قاعد يحتفل. يلا روح اذا حصلت واحد صوره. شويه معلش. انت معلمه كل تكره حكايه. يلا 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 شفتك 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 شفتك. طيب عيال باقي عزوز وباقي فارس، باقي اثنين الى الان اثنين تقريبا، ما تبقى لنا يمكن ربع ساعه. الوقت قاعد يركض والله. تكفون دوروا يا عيال، ابراهيم دور عزوز وفارس. اسمع فارس. طيب اسمع روب 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 روب، انت عليك انت وابراهيم ادخلوا في الزحمه. دورون بالزحمه. شيل روح منطقه ثانيه. هاي هاو ار يو جود. اي هاف تو ستين فيت جست ا ليتل بيت بروبلم. هذا ايش ايس كريم؟ ايس كريم. كوريا جابان جابان سربيا يقول صربيا مسوي صربيا مسوي صربيا مسوي صربيا. يا عزوز عزوز ما بقى له اقل من 10 دقائق والله يا عزوز انت قسما بالله اقل من 10 دقائق خلاص انتهت انتهت. لا بقى فارس. سمعت الخير مليت وانا جالس عند العائله الانجليزيه او الامريكيه في ذلك وشو نروح انبسط الله العظيم ما ادري وين الهيام. الو 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 اذا ما كان يهيئ كنا خسرنا. لا تعلمه خليه لا لا تكفى تكفى لا تعلمه. عشاك اليوم علي عشاك اليوم والله علي والله والله بالله عليك بدفع كثير تكفى كم والله عشك اقسم بالله عشك ورب ورب العزه اخي تختار مطعم سكن اليوم عليك تم سكن اليوم عليك اي تم يبدو الذين يشتغل لابس طاقيه كوره بس هو طويل هو طويل هو طويل اي طويل طويل لابس كوكور لابس كوكور ولا بيعملوا فيك شيء ولا بيعملوا فيك شيء والله كذا واضح مره قبوع مره واضح ما حصلنا. فاز فارس فاز يا عيال باقي دقيقتين وفارس ما يرد.
في دقيقتين اذا ما جاء هنا انتهت. وين اس ميسي جايز؟ وين اس ميسي؟ سامحني بس كنت اصور مقطع. الله يسعد قلبك، كيف صحتك؟ الله يسعدك يا حبيبي. يلا لا لا تحت امرك فارس، تراك فزت في المقطع بسبب التصوير، ما لي دخل. انت الوقت فاز يا عيال، فاز الله ياخذه يا شيخ. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا للنهايه، اتمنى استمتعتوا، لا تنسون من اللايك والاشتراك. الله يسعدكم، مقطع بسيط قلت اصور حتى وانا مسافر، وحسابات الشباب تحصلونها تحت. لا تحرمونا من دعمكم، فامان الكريم.